السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، معكم مستر خالد. النهاردة إن شاء الله هناخد درس تطابق في الهندسة، الجزء الثاني في التطابق. إحنا أخدنا قبل كده تطابق المضلعات، دلوقتي إن شاء الله هناخد تطابق المثلثات. تطابق المثلثات، المثلث به 6 عناصر، 3 أضلاع وثلاث زوايا. لكي يتطابق مثلثان لابد أن يتطابق الست عناصر من المثلث الأول مع نظائرها من الست عناصر في المثلث الثاني. يعني مثلا المثلثين المقابلين ألف ب ج وس ص ع، أنا شايف العلامات كلها متشابهة، أي أن ألف ب يطابق س ص و ب ج يطابق ص ع وهكذا. كتبناهم هنا، أدي الأضلاع اللي هي المتساوية في الطول أو المتطابقة، ودي الزوايا المتساوية. قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية س، وقياس زاوية ب بيساوي قياس زاوية ص، وقياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية ع من الرسمة اللي إحنا راسمينها قدامنا وشايفينها. يبقى اقول له اي ان المثلث ا ب ج يطابق او يتطابق مع المثلث س ص ع، لكن مش شرط في كل الحالات او في كل المثلثات ان يتطابق السته عناصر مع السته عناصر، ممكن 3 عناصر فقط مع 3 عناصر فقط من المثلث الاخر، بس بشرط ان يكون بينهم ضلع. 3 عناصر مع 3 عناصر وبينهم ضلع على الأقل. لذلك هنشوف حالات التطابق اللي جاية. حالات التطابق 4 حالات. الحالة الأولى بتقول إيه؟ ضلعان وزاوية محصورة بينهما، والحالة الثانية زاويتين وضلع، والحالة الثالثة الأضلاع 3، والحالة الرابعة وتر وضلع في المثلث القائم الزاوية. هنشوف الحالة الأولى، وهي ضلعان والزاوية المحصورة بينهما، فيتطابق المثلثان إذا تطابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر. يعني مثلا ما نشوف مثلثين زي اللي قدامنا دول، بيقول لي في الشكلين المقابلين إذا كان أ ب يتطابق مع د ه، وب ج يتطابق مع ه واو، وزاوية ب تتطابق مع زاوية ه، فإن المثلث ألف ب ج يتطابق مع المثلث د ه واو، وينتج من التطابق أن ألف ج اللي هو 3 عناصر الأخرى. يبقى أنا كده اكتفى عندي أو اكتفيت ب3 شروط فقط لكي يتم التطابق. ال3 شروط اللي هما إيه؟ ضلعين وزاوية محصورة بينهما، اللي هو الضلع اللي عليها علامة ده، والضلع اللي عليه علامتين، والزاوية اللي بينهم. لازم الزاوية تكون محصورة بينهما، فبالتالي ال3 عناصر الأخرى ستتطابق مع ال3 عناصر الأخرى. يبقى ألف جيم يتطابق مع دال واو، وزاوية ألف تتطابق مع زاوية دال، وزاوية جيم تتطابق مع زاوية واو. هناك ملحوظة مهمة جدا أنا لسه قايلها حالا، في حال تطابق مثلثين بالحالة الأولى لابد أن تكون الزاوية محصورة بين الضلعين، لازم الزاوية تكون محصورة بين الضلعين. الحالة الثانية من حالات تطابق المثلثين، وهي زاويتين وضلع. نشوف مثلا يتطابق المثلثان إذا تطابقت زاويتان والضلع المرسوم بين رأسيهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر. ففي الشكلين المقابلين اللي قدامنا دول، أنا شايف الزاوية ب فيها نقطة، والزاوية ج فيها علامة إكس، وفي الضلع عليه شرطتين. يبقى هنقول إيه؟ ب ج بتتطابق مع ه واو، القطعة المستقيمة ب ج أو الضلع ب ج يطابق الضلع أو يساوي الضلع ه واو، وزاوية ب تطابق زاوية ه، وزاوية ج تطابق زاوية واو. أي أن المثلث أ ب ج يتطابق مع المثلث د ل ه واو، وينتج من التطابق أن ال3 عناصر الأخرى تتساوى مع ال3 عناصر الأخرى. أ ب يطابق د ل ه اللي إحنا شايفينه في المثلث فوق، وأ ج يتطابق مع د ل واو، وزاوية أ تتطابق مع زاوية د. نشوف الحالة الثالثة من حالات تطابق مثلثين، الحالة الثالثة وهي 3 أضلاع. يتطابق المثلثين إذا تطابق كل ضلع في أحد المثلثين مع نظيره في المثلث الآخر. ففي الشكلين المقابلين المثلثين ا ب ج والمثلث
وده اللي هي واو مثلث ألف ب ج، وده اللي هي واو في هنا. أنا شايف هنا في ضلع، في عليه شرطة وشرطة وشرطتين وشرطتين وتلات شرطات وتلات شرطات. هذه الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول، فينتج أن المثلثين ألف ب ج وده اللي هي واو متطابقين تمام الانطباق، وبالتالي الثلاث عناصر الأخرى تتطابق، وهي زاوية ألف تتطابق مع زاوية دال، وزاوية ب تتطابق مع زاوية ه، وزاوية ج تتطابق مع زاوية واو. اهو انا قلت هنا الشروط اهي، ا ب تطابق د ه، و ب ج تطابق ه واو، و ج ا تطابق واو د. لذلك المثلث ا ب ج يتطابق او يطابق المثلث د ه واو، وينتج من التطابق ان زاويه ا تتطابق مع زاويه د، وهكذا. لسه كلهم انا قايلهم حالا. الحاله الرابعه من حالات تطابق مثلثين، وهي الوتر واحد ضلعي القائمه في المثلث القائم الزاويه، وتر وضلع في المثلث القائم الزاوية. ففي الشكلين المقابلين أنا شايف قدامي مثلث قائم ومثلث قائم، فيه على الوتر شرطتين والوتر شرطتين والضلع اللي تحت شرطة وشرطة، وفي زاوية قائمة وزاوية قائمة. يبقى كده الثلاث شروط في المثلث أو في المثلثين القائمة يبقى دول كافيين جدا لتطابق المثلثين. فبنقول ايه؟ ألف جيم يطابق ده الواو اللي هو الوترين، وبيه جيم يطابق ه واو اللي هو ضلعي القائمة، وقياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ه بتساوي 90 درجة. يبقى أنا عندي المثلث ألف ب جيم يطابق المثلث ده اللي ه واو، وينتج من التطابق أن ألف ب يتطابق مع د ه، وزاوية ألف تطابق زاوية د، وزاوية ج تطابق زاوية واو. ده الثلاث شروط التانية اللي احنا بنكملهم على الثلاث شروط الموجودين في المسألة أو في المثال أو التمرين اللي قدامنا. بيقول لي في كل، احنا كده خلصنا أربع حالات في حالات التطابق. بيقول لي بقى نشوف المثال ده، في كل من الأشكال الآتية بين هل المثلثان متطابقان أم غير متطابقين، علما بأن العلامات المتشابهة تدل على تطابق العناصر المبينة عليها هذه العلامات. رقم واحد، أنا شايف المثلث فوق أ ه ب والتاني د ه ج. أنا شايف شرطتين وشرطتين وشرطة وشرطة، وفي في الزاوية ه في دايرة هنا صغيرة ودايرة هنا صغيرة، يعني الزاويتين دول متساويتان في القياس لأنهما متقابلتان بالرأس. يبقى المثلثين بالفعل متطابقان. بقول له نعم المثلثان متطابقان، وحالة التطابق هي الحالة الأولى وهي ضلعين وزاوية محصورة بينهما. الحالة الثانية أنا مش شايف أي أضلاع عليها علامات خالص، يبقى هذان المثلثين غير متطابقين لعدم توافر شروط التطابق. هنا جايب لي زاوية بتساوي زاوية وزاوية بتساوي زاوية وزاوية بتساوي زاوية اللي هي الزاويتين المتقابلتين بالرأس، والزاوية القائمة بتساوي الزاوية القائمة، وزاوية أ بتساوي زاوية د، وهذه الشروط غير كافية لإثبات حالة التطابق لأن لا يوجد ضلع يطابق ضلع. طيب رقم ثلاثة، أنا شايف المثلث الأول أ ب ج فيه ضلعين وزاوية ليست محصورة بينهما، وهنا ضلعين وزاوية ليست محصورة بينهما، يبقى أقول هذين المثلثين غير متطابقين لعدم توافر شروط التطابق. رقم أربعة، المثلثين أ ب ج و أ د ج متطابقين بالفعل، وشرط التطابق أو حالة التطابق هي الحالة الثالثة، الثلاث أضلاع تتطابق مع الثلاث أو نظائرها من الثلاث أضلاع الأخرى في المثلث الآخر. طيب رقم خمسة، هذين المثلثين متطابقين بالفعل وشرط التطابق أو حالة التطابق الحالة الثانية وهي زاويتين وضلع. أنا شايف الضلع ب ج ضلع مشترك، يبقى الحالة الثانية وهي زاويتين وضلع. رقم ستة، المثلثان غير متطابقان لأن أنا شايف ضلعين وزاوية محصورة، أما المثلث الثاني ضلعين وزاوية ليست محصورة بين الضلعين، فهذين المثلثين غير متطابقين لعدم توافر شروط التطابق. بيقول لي مثال في الشكل المقابل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اعطاني ب د بيساوي ج د، وقياس زاوية أ د ب بتساوي قياس زاوية أ د ج. فبيقول لي هل المثلث أ ب د يتطابق مع المثلث أ ج د، ثم بين لماذا ينصف أ د زاوية أ. نشوف الحل. أقول له نعم يتطابق المثلثين
ألف ب د وألف ج د. ليه؟ لأن أنا شايف عندي شرطتين وشرطتين على الضلعين دول، وفي الضلعة ألف د اللي بين المثلثين دول اسمه ضلع مشترك، وفي نقطة هنا في الزاوية دي ونقطة في الزاوية دي، يبقى هنا زاوية الضلعين وزاوية محصورة بينهما. أنا شايف المثلث اللي على اليمين ضلعين وزاوية محصورة، والمثلث اللي على الشمال ضلعين وزاوية محصورة. يبقى فعلا المثلثان يتطابقان، وشرط التطابق أو حالة التطابق الحالة الأولى ضلعان وزاوية محصورة بينهما الحالة الأولى. وينتج من التطابق أن قياس زاوية ب ألف د اللي هي فوق خالص في المثلث اللي على اليمين، وقياس زاوية بتساوي قياس زاوية ج ألف د اللي هي فوق خالص برضو في المثلث اللي على الشمال، أي أن ألف د شعاع ينصف زاوية ب ألف ج اللي هي الكبيرة خالص اللي فوق. مثال تاني بيقول لي في الشكل المقابل مستطيل ألف ب ج د، بيقول لي في الشكل هذا تقاطع قطره في ميم، هل المثلث ألف ب ج يتطابق مع المثلث د ج ب ولماذا؟ نشوف الحل. شوفوا انا عملت ايه، انا فصلت المثلثين اللي هما ألف ب ج والمثلث د ج ب، هفصلهم عن بعض بالشكل ده. في المستطيل فصلتهم بعدتهم عن بعض. انا شايف قدامي في المثلثين ان الوترين هنا وهنا عليه شرطتين وشرطتين، وشايف زاويه قايمه وزاويه قايمه، وشايف الضلع اللي تحت خالص اسمه ب ج وهنا الضلع ب ج، يعني الضلع ده مشترك. طبعا انا مش هعمل كده في كل رسمه، هفصل المثلثين لا، او ممكن تعملهم انت في كل رسمه بيسهل عليك في هامش خارجي كده، لذلك هخبي الرسمه دي دلوقتي وهنقول نعم يتطابق المثلثان ا ب ج ود ج ب، لان قياس زاويه ألف ب ج تساوي قياس زاويه د ج ب تساوي 90 درجه، و ألف ج يساوي د ب اللي هما احد ضلعي القائمه، و ب لا ألف ج يساوي د ب اللي هو ايه اللي هو قطران في المستطيل، والقطران في المستطيل متساويان في الطول، و ب ج اللي هو الضلع اللي تحت خالص ضلع مشترك بين المثلثين. يبقى اقول له الحالة دي الوتر واحد ضلعي القائمة وهي الحالة الرابعة، فنعم يتطابق المثلثان. مثال اخر بيقول لي في الشكل المقابل ب ألف بتساوي ب ج وده الألف تساوي ده الجيم، انا شايفهم قدامي في الرسومات اللي عليهم شرطة وشرطة وشرطتين وشرطتين، وفي قياس زاوية 40 وفي قياس زاوية 80، فبيقول لي اوجد قياس زاوية ألف ده الجيم مع توضيح خطوات الحل. نبدأ نحل. بيقول لي حيث أن أ ب يساوي ج د، أ ب اللي فوق عليها شرطتين بيساوي ج أ د، أقصد أ د اللي عليه شرطة واحدة بيساوي ج د اللي عليه شرطة واحدة، وأ ب بيساوي ج ب اللي عليه شرطتين بيساوي اللي عليه شرطتين، وب د ضلع مشترك. إذا دي الحالة الثالثة، ثلاث أضلاع تتطابق مع نظائرها من الثلاث أضلاع الأخرى في المثلث الآخر، يبقى يتطابق المثلثان أ ب د وج ب د متطابقان، وهذه الحالة الثالثة. وينتج من التطابق ان زاويه د مقسومه نصين هنا وهنا بين المثلثين، المثلث اللي فوق في عندي زاويه 40 وزاويه 80، يبقى اقول 180 درجه اللي هو مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمثلث، هشيل منها 40 يعني هنطرح منها، اقول 180 ناقص 40 ناقص 80 الناتج هيطلع 60، يبقى 60 في المثلث اللي فوق و60 في المثلث اللي تحت، يبقى قياس زاويه د كلها او زاويه ا د ج بتساوي 120 درجه. نكمل في الصفحه الجايه. وحيث ان في المثلث ا ب د اللي هو فوق قياس زاويه ا بتساوي 80 وقياس زاويه ا ب د بتساوي 40، لذلك قياس زاويه ا د ب بتساوي 180 ناقص 180 ناقص 40 بتساوي 60، اي ان قياس زاويه ا د ج بتساوي 60 زائد 60 بتساوي 120 درجه. الواجب تمرين سهل جدا جدا، والدرس كله سهل، درس التطابق عموما سهل جدا جدا، سواء تطابق المضلعات او تطابق المثلثات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.